بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هناخد القانون الأول للديناميكا الحرارية. معلش نص القانون الأول الديناميكا الحرارية قال لك إن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، ولكن يمكن تحويلها من شكل إلى آخر. يعني معنى ذلك الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، ولكن يمكن تحويلها من شكل إلى آخر. فعندي قانون شنو يقول لك؟ يقول لك إن summation لكيو تساوي summation الدبليو، معناتها summation الحرارة summation معناتها مجموع الحرارة يساوي مصر summation شنو الشغل، summation الحرارة يساوي summation الشغل. فنجو عندنا مثال الأول كما موضح قدامكم، من يقلك أحسب الشغل المستفاد من منظومة البخار التالي. هنرسم المنظومة وركزوا معايا في الإشارات. الإشارات عندي هنية مهمة جدا حيث توضع عندكم الفكرة. قال لك هذه عندك منظومة، أنا سخان، تمام، أنا شنو توربينة، وهنا مكثف، ثالث حاجة مضخ، تمام. فهنية عندك كيو داخلة، الكيو مساوي 4000 كيلو وات، وهنا عندك شنو شغل داخل دبليو كم تساوي 5 كيلو وات، وهنا التوربين الشغل خارج السهم، مركز على السهم بتاعك، الشغل خارج اللي 5 دبليو مطلوبة وهنا الكيو خارجة هم تساوي 3000 كيلو وات. دائما الحرارة الداخلة موجبة والشغل سالب، الشغل الداخل سالب والشغل الخارج موجب، والحرارة الخارجة اتجاه السهم. فهذه التوربينة مشاكل، تمام. عندي قانون شنو يقول لي؟ يقول لي ان summation الكيو يساوي summation الدبليو. فناخد summation الكيو، عندك كيو هنية كم 4000 اشارتها شنو موجب ناقص 3000 هذا الحرارة يساوي دبليو ناقص 5، تمام. 4000 ناقص 3000 يعطيني 1000 يساوي دبليو ناقص 5 ناقص 5 معلش تقدبي كم تساوي، ننقل وادي عكس الإشارة، تلقى 1000 زائد 5 يعطيك الشغل كم يساوي 1005، شيل الوحدة كيلو وات. المسألة فيها شيء واضحة جدا، واضحة جدا، تمام. بعدين ناخذ تطبيق القانون الاول، تطبيق القانون الاول على الديناميكا الحراريه. تطبيق القانون الاول للديناميكا الحراريه. عندي قانونين اللي هو الكيو ناقص الدبليو يساوي الدلتا يو. طبعا كيو قلنا شنو هي، عباره عن شنو حرارة تمبرتشر، والدبليو الشغل، والدلتا يو التغير في الطاقة الداخلية. لدينا والقانون الثاني يقول لك ان الدلتا يو تساوي ام كتلة سي في حرارة نوعية في الدلتا. قانونين هذين، هذا القانون الأول وهذا القانون الثاني، هذا القانون الثاني. فنأخذ مثال على الموضوع هذا بس توضح الفكرة عندك ويسهل الموضوع بالأمثلة يوضح كل شيء، تمام. قالك شن قالك؟ أحسب التغير في الطاقة الداخلية. شنو يبي التغير في الطاقة الداخلية؟ عرفناها أن شنو هي، عبارة عن دلتا يو مجهول، باهي. في
في ضغط تردي. إذا كانت الحرارة المفقودة، لما تبقى حرارة مفقودة معناتها الكيو بالسالب، الحرارة المفقودة الكيو معناتها كم؟ سالب 45 كيلو جول على الكيلو جرام. والشغل المبذول، شغل مبذول معناته شغل مبذول معناته شنو إشارة أخرى؟ سالب، سالب 90 كيلو جول على الكيلو جرام. فقانون عوض سهلة جدا، تبقى دلتا يو شن تساوي كيو ناقص الدبليو، فنعوض الدلتا يو مجهولة لكيو كم؟ ناقص 45 ناقص بتاع القانون تنزل كيف ما هي ناقص 90. دلتا يو شن تساوي ناقص 45 وناقص في الناقص بزايد زايد 90، تبقى دلتا يو كم تساوي؟ 45 كيلو جول الكيلو اجرام. نعود المثال من جديد بس يوضح. قال لك احسب التغير في الطاقة الداخلية المائع تبريد، فإذا كان الضغط ترددي الحرارة مفقودة، الحرارة مفقودة معناتها شو الإشارة أنا؟ مفقودة لأن شنو؟ تفقد معناتها سالبة. والشغل المبذول، الشغل المبذول معناتها شنو؟ بذل والردي 90. وضح ما إذا كان هناك اكتساب أم فقدان في الطاقة الداخلية، هنا معناتها شنو عندك؟ اكتساب لأن إشارته شنو؟ موجبة، لأن إشارته موجبة. فخذينا معطيات سالب، سالب مفقود مبذول، دلتا يو تساوي كيو ناقص الدبليو، وعوضنا عليها طلعنا الدلتا يو كم تساوي؟ 45. فناخذ مثال آخر. قال لك احسب الحرارة المفقودة أو المكتسبة من اسطوانة، احسب الحرارة المفقودة أو المكتسبة من اسطوانة ضغط هواء. إذا كان الهواء المضغوط له طاقة قدرها، أعطاك شنو هني اليو في بداية شوط التمدد، هنا يو واحد، وطاقة داخلية قدرها 200 في نهاية شوط التمدد، وكان الشغل المبذول بواسطة مكبس الضغط على البي اش يساوي كم؟ 100 كيلو اجرام. هذا مثال جد واضح وجميل وساهر. يعني اول حاجة قال لك احسب الحرارة المفقودة يبي لك يو، شنو اعطاني اخرى؟ قال لك من اسطوانة ضغط هواء إذا كان الهواء المضغوط له طاقة داخلية قدرها، طاقة اليو واحد، اليو واحد كان تساوي 420 تمام جول الكيلو جرام، نعطاك اليو اثنين كان تساوي 200، نعطاك أخرى، نعطاك الشغل المبذول ناقص 100 جول، معلش جول الكيلو جرام، جول على الكيلو، جول على الكيلو ايش جرام. فناخذ القانون طول واضح وجسم جميل، في قانون سهل اللي هو دلتا يو تساوي كيو ناقص الدبل، هي دلتا يو متغير ديو 2 ناقص يو 1 يساوي كيو ناقص الدبليو، واثنين كم عندي؟ 200، يو واحد 420 يساوي كيو كم؟ جولة ناقص المية، تبقى 200 ناقص 420 تبقى ناقص 220 تمام، ناقص 220 يساوي كيو زائد المية، ننقل المية عكس الإشارة تبقى ناقص 220 ناقص 100 يساوي كيو، تبقى الكيو كم يساوي؟ ناقص 320 جول الكيلو إجرام. فما في شيء، أول حاجة قلنا متغير عبارة عن يو 2 ناقص يو 1 يساوي الكيو ناقص الدبليو، يو 2 عطارية في المسألة 200، يو 1 عطارية 420 يساوي كيو، الكيو مجهولة معطى مطلوب ناقص متاع القانون اللي نفتح قوس ناقص المية، ناقص المية، ف 200 ناقص 420 يعطيك ناقص 220
يساوي دي كيو ناقص في الناقص بموجب، ناقص في الناقص بموجب زائد مي، تبقى ناقص 220. نقلنا هذه عكس الإشارة، تمت بالسالب، كنا موجب كانت بالسالب. ناقص 100 يساوي الكيو، ناقص 220 ناقص 100 يعطيك ناقص 320، ناقص 320. تمام، مثال هذا واضح. نأخذ مثال آخر، قال لك يحتوي خزان معزول، بما انه معزول معناته عندي الكيو دائما شنو بصفر، معزول معناته ما فيش حرارة، على هواء على 0.2 من الهواء كيلو جرام، معناته هذه الام عندي، عند درجة حرارة 300 كلفن وضغط 100 بار، يدور بداخل خزان عجلة ذات ريش فتنقل طاقة قدرها، اعطاني شنونه، اعطاني الكيو، اعطاني الكيو، فاعطاني الشغل، معلش اعطاني الشغل، احسب التغير في الطاقة الداخلية ودرجة الحرارة النهائية للهواء، خذ سي في كم تساوي 0.761 كيلو جرام. قال لك يحتوي خزان معزول على 0.2، اعطاني الام هنا، كيلو جرام من الهواء عند درجة حرارة طاقة تي كم تساوي تي تساوي 300 كلفن، باهي وضغط طاقة البي كم تساوي 100 كيلو باسكال، يدوب بداخل خزان عشان فتنقل طاقة، طاقة الدبليو كم تساوي 5 كيلو جول. يلا احسب التغير في الطاقة الداخلية، احسب التغير في الطاقة الداخلية، اعطاك السي في اللي هو شنو، اللي هو الحرارة النوعية كم تساوي 0.7165 كيلو جول على كيلو جرام في الكلفن. تمام، قالك بما ان الخزان معزول من الكيو عندي بكم تساوي صفر، تبقى الدلتا يو كم تساوي كيو ناقص الدبلي، هذي عندي بصفر، تبقى الدلتا يو تساوي صفر ناقص الدبلي، بما ان الخزان معزول تبقى الدلتا يو تساوي شنو الدبلي، هذي اول نقطة، معناته الدلتا يو كم تساوي والدبليو بكم عندك؟ قلنا بكم؟ بالسالب، يعني عليه السالب فتنتقل انتقال، تلقى الدلتا يو كم تساوي؟ ناقص 5، لأن الدبليو عندي بكم؟ أو هذه 5 معلش، تلقى كيو ناقص دبليو، معناتها الدلتا يو كم تساوي؟ ناقص، ناقص هنا تلقى موجب 5، تلقى الدلتا يو أنا ناقص فتنتقل، تلقى دلتا يو كم تساوي 5، 5 شنو الوحدة متاعها اللي هي كيلو جول، هني يبي شنو أخرى، الحرارة الثانية، الحرارة الثانية، فعندي قانون شنو يقول لي، يقول لي إن دلتا يو القانون الثاني اللي خذيه شنو يقول لك، إم سي في دلتا تي، فأوريدي جبنا هذه هي اللي هي كم 5، الام كم عندك 0.2 ضرب هذه سي في كم تساوي 0.7165 في الدلتا تي المتغير تي 2 ناقص تي 1، تلاقي 5 يساوي 0، اضرب هذه في هذه 1433 تي 2 مجهولة ناقص تي 1300، تمام، اضرب هذه داخل القوس، تلقى 5 يساوي 0.1433 تي 2 ناقص 0.1433 في 300، أنا أضرب هذه في هذه هيعطيك الناتج
اضرب هذه في هذه تمام، انقلع عكس الإشارة، تلقى 5 زائد 0.4333 ضرب 300 يساوي ضرب الآلة الحاسبة 0.433 تي 2، تلقى تي 2 شن تساوي؟ مضروب في المجهول المخصوم، تلقى 5 زائد 0.4333 في 300 على 0.1433 يعطيك تي 2 تساوي 61. 69.89 درجة مئوية. فقانون سهل، القانون الأول عوضنا به على السبة أن جبنا الدلتا يو اللي هي أول حاجة أعطاني كتلة وأعطاني درجة حرارة وأعطاني ضغط وأعطاني الشغل، ويبي درجة الحرارة الثانية وبتغير في الطاقة. قلنا بما أن الخزان معزول معنات عندك الكيوب صفر، عوضنا دلتا يو تساوي كيو ناقص دبليو، فجبنا نيه الكيوب صفر، فجبنا دلتا يو تساوي ناقص 5، وعوضنا في القانون الثاني اللي هو دلتا يو تساوي ام في زي في في دلتا في تي، وطبقنا في المعادلة دلتا يو 5 ام 0.2 سي في 0.716 نضرب في التغير في الدلتا اللي هي تي 2 ناقص تي 1، وعوضنا في المعادلة مباشرة. يعني عملية حسابية سهلة جدا، طبق بالآلة الحاسبة حيث أن توجد قيمة الدلتا تي. والسلام عليكم وشكرا على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.